أشاد مواطنون بقرار تخفيض أسعار المحروقات ضمن تسعيرة الشهر الحالي، مؤكدين أنها مناسبة في وقت دعوا فيه إلى مزيد من التخفيض بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية. والله أنا تفاجأت من الصبح، يعني كتير مبسوط، سعادة لا توصف. أحلى خبر سمعت الصبح، هان جاي أفلل. يعني هذا شيء كويس، الناس ما يعني منتهية منفلسة من مرة، خلاص لازم يكون أرخص من هيك كمان. والله لساته غالي كمان بالأوضاع اللي احنا فيها، لساته غالي حاليا صدقا. وبرا كل البلاد اللي برا منزلين نفط، احنا يعني مش نازل بالقدر اللي نازل برا فيه، يعني مش واصل. بتسأل عن برنت، بتسأل عن النفط السعودية، برضو نازل الأسعار كتير نازلة، بس عنا ما عم تنزل أخي، بتنزل بالفلس والفلسين. والله تمام، أنا بالنسبة لشغلي مية مية، يعني الحمد لله هيك تمام بكون الأمور. بالنسبة لشغلي أنا كمندوب مبيعات بكون الأمور تمام، بقدر أشغل براحتي زيادة أكثر، أزور كمية زباين أكثر، ما أتغلبش. صار موضوع البنزين مرهق إلي،